رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يستقبل بقصر رئاسة الجمهورية وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي الذي وصل إلى البلاد حاملا رسالة خطية من الراحل المغربي. كما استقبل رئيس الجمهورية نائب رئيس شركة شيجيكوك الذي وصل هو الآخر إلى البلاد. البلاد تحتفل باليوم العالمي للاجئين والذي يصادف 21 من يونيو من كل عام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. استقبل صباح اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي السيد ناصر بوريتا الذي وصل إلى البلاد حاملا رسالة خطية من الأحل المغربي الملك محمد السادس. هذا وقد حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية التشادي وبعض من معاوني رئيس الجمهورية. عائشة خليل بلال حضرت اللقاء وفدنا بمزيد من التفاصيل. تقوية العلاقات والتعاون المشترك القائم بين المملكة المغربية وتشاد هو هدف اللقاء الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بوزير خارجية المملكة المغربية السيد ناصر بوريتا الذي جاء حاملا معه رسالة خطية من الملك المغربي محمد السادس إلى نظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. يرافقه السفير المملكة المغربية بالبلاد. الرسالة تحمل في طاياتها العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات التنموية. المقابلة حضرها وزير الخارجية والتعاون الدولي شريف محمد زين والوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية ومديرة المكتب المدني للرئيس الجمهورية ومستشاره الدبلوماسي. اللقاء الذي دام قرابة ساعة تناول من خلاله وزير الخارجية المغربي مع رئيس الجمهورية مجمل القضايا التنموية ومساعي الحكومة المغربية تجاه تشاد المتمثلة في تحقيق التعاون المشترك والقائم بين الدولتين. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أعرب عن شكره للجهود المقدرة والتعاون المثمر الذي حققته دولة المغرب في تشاد لا سيما في مجال التعليم والتجارة ومجالات تنموية أخرى. وفيما يتعلق بعلاقة التعاون المشتركة القائمة بين الدولتين تشاد والمملكة المغربية أشار بوريتا بأنها متميزة في مختلف المستويات. أهمة كيفية تعزيز العلاقات الثنائية وفق نظرة صاحب الجلالة ونظرة فخامة الرئيس لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية. وخلال هذا اللقاء تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة المشتركة بسرعة للتحضير للقاءات أخرى أكثر أهمية وأن تكون اللجنة المشتركة مناسبة لتحديد ما هي القطاعات ذات الأولوية وما هي المشاريع المهمة التي يجب تحضيرها. كذلك بين صاحب الجلالة وأخي فخامة الرئيس هناك تشاور دائم حول القضايا الإقليمية والقارية. نحن اليوم على عشية قمة إفريقية مهمة فيها مجموعة من المواضيع الاستراتيجية بالنسبة للقارة الإفريقية، ومن الطبيعي إذن أن يكون هناك تشاور بين قائدي البلدين. من الطبيعي كذلك أن يكون هناك تنسيق في معالجة كل هذه القضايا بنظر إلى وزن البلدين ووزن القائدين فيما يخص مختلف النقاط الموضوعة على أجندة القارة الإفريقية سواء تلك التي تهم الاستقرار أو تلك التي تهم التنمية. وقال وزير المملكة المغربية ناصر بوريتا إن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والرئيس المغربي محمد السادس لهما مبادرات وخطوات بناءة تجاه القارة السمراء، وأكد بأن تلك المبادرات ساهمت كثيرا على المستويين الدولي والإقليمي. على صعيد آخر، فقد استقبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي استقبل نائب رئيس مجموعة شيجيكوك الصينية، وقد تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون والشراكة بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية. نقل دائما مع الزميلة عائشة خليل بلال ومزيد من التفاصيل. جاء الرئيس المدير العام النائب لمجموعة شركة البناء الصينية شيجيكوك السيد بانغ جونسون العاملة في مجال البنية التحتية والتي تزاول عملها بطريقة رسمية في بلدنا تشاد لمقابلة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. المقابلة كانت بحضور وزير البنية التحتية وفك العزلة والوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية. اللقاء شرح فيه المدير العام النائب لشركة شيجيكوك لرئيس الجمهورية
مشاريع إدريس ديبي إتنو أهم المشاريع التي تنفذها الشركة والصعوبات التي تعيق سير العمل. من جانبه رئيس الجمهورية شجع مدير الشركة على مواصلة عملها بالرغم من الصعوبات والظروف الاقتصادية. قال المدير العام: نحن سعداء بما يقوم به رئيس الجمهورية في العمل من أجل الشراكة وتوجيه الحكومة للتعاون معنا. L'objectif de ma visite, en fait, c'est pour apporter. نحن بالشركة الصينية للبناء سجكوك ممتنون بجهود فخامة رئيس الجمهورية، وعليه نتقدم له وللشعب التشادي بتهانينا بحلول عيد الفطر المبارك وميلاد الجمهورية الرابعة. ورغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تشاد، إلا أننا سنظل متضامنين مع الحكومة التشادية لمواجهة تلك الأزمة بغرض إتمام ما تبقى من مشاريع في البنية التحتية بتشاد. ونذكر بأن الشركة الصينية سيجوكوكا قامت برصف طريق أم حجر أبشي، مانغو أم التيمان، وملعب منجفة، وعدد من الجسور بالعاصمة أنجمين. ترأس صباح اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ترأس مراسم أعداء القسم للأعضاء الجدد في الحكومة وأعضاء مكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة. الزميلة زينب سليمان جبريل حضرت مراسم التوقيع ووفدنا بالتقرير التالي. أنا محمد النظيف يوسف أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن أكون مخلصا في عملي وأن لا أخون الوطن ولا الشعب. هكذا أدى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام أعضاء المحكمة العليا وبحضور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ورئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي، وزير الدولة الوزير المستشار برئاسة الجمهورية الدكتور نور الدين دلوا كاسيرا كوموكي، وأمينة الدولة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية السيدة مريم محمد نور. ولم يكن أعضاء القسم هذا هو الأول من نوعه، بل يعتبر الثاني بعده قسم حكومة الجمهورية الرابعة والتي رأت النور في 17 من شهر مايو الماضي. وجرت العادة بأن القسم أصبح حقيقة في أعضاء المهام الوزاري لحكومة الجمهورية الرابعة والتي كانت تضم 29 حقيبة وزارية. هذا قبل التعديل، وما بعد التعديل أيضا احتفظت بنفس العددية وهو 29 حقيبة وزارية. الحكومة الجديدة هذه عدلت بعد 45 يوم فقط بعد تشكيل حكومة الجمهورية الرابعة والتي خرج منها 5 وزراء: الوظيفة العامة والتعليم العالي، وزارة المرأة وحقوق الطفل والعمل الاجتماعي والتضامن الوطني، وزارة البنية التحتية وفك العزلة، وأمانة الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي. رغم هذا وذاك، فإن الوزراء الجدد في حكومة 12 من يونيو أدوا القسم اليوم، وهم عبد الرحمن مختار محمد وزير للبنية التحتية وفك العزلة، والسيد علي أمبدو بودومي وزير للوظيفة العامة، والسيد ودينجار دافيد وزير للتعليم العالي والبحث والابتكار، والسيدة أشتا صالح دمان أمينة الدولة في الخارجية، والسيد حسين طاهر سجومي أمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي. وما بقى من أعضاء الحكومة احتفظوا بحقيبته، إلا أن هناك تعديلين بين وزارتي الإعلام والثقافة والتنمية السياحية. وقد شمل أعضاء القسم أعضاء المكتب المدني برئاسة الجمهورية، وهم وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد كالزيبي باهيمي ديبي، ووزير الأمين العام النائب لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد النظيف يوسف، ومديرة المكتب المدني رئاسة الجمهورية السيدة بنات شالي سو، وأخيرا مدير المكتب المدني النائب لرئاسة الجمهورية السيد جمال الدين إبراهيم الناي. ثقافة القسم هذه والتي انبثقت من مخرجات الملتقى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة والتي أشاد بها المجتمع التشادي المتطلع إلى بناء تشاد دولة القانون، أرادها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو منذ فجر الديمقراطية. هذا وعقب مراسم عداء القسم، فقد ترأست الوزيرة الأميرة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية السيدة مريم محمد نور ترأست مناسبة التسليم والتسلم بين وزيرة البوستة والتكنولوجيا والاتصال الجديدة والوزيرة السابقة حليمة سعدية يعقوب، ومزيد من التفاصيل.
بحضور جمع لفيف من المسؤولين الإداريين لوزارة البوسطة والتكنولوجيا الحديثة والإعلام والاتصال، جرى حفل تسليم وتسلم بين الوزيرة السابقة ماديلين ألينغي والوزيرة الجديدة دونولوجي أليكس نيامباي. وفي الكلمة التي ألقتها الوزيرة السابقة ماديلين ألينغي خلال الفترة التي قضتها على رأس الوزارة المتمثلة في الإنجازات التي حققتها خلال عامين، كما طلبت من الوزيرة الجديدة على الاهتمام بإكمال المشاريع التي هي على قيد التنفيذ بدورها وزيرة البوسطة والتكنولوجيا الحديثة والإعلام والاتصال الجديدة دونولوجي أليكس نيامباي. شكرت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي أولاها إياها متوليها زمام هذه الوزارة، كما طلبت من جميع العاملين في الوزارة على الوقوف معها وذلك من أجل تنفيذ المشاريع الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة في البلاد. وأخيرا تم تسليم الدستور الجمهورية الرابعة للوزيرة الجديدة دونولوجي أليكس نيامباي. كما ترأست الوزيرة العامة للحكومة مريم محمد نور ترأست مناسبة التسليم والتسلم بين الوزيرة الجديدة للثقافة والتنمية السياحية مادلين ألينغيه والوزيرة السابقة أرجون جلال خليل عدم حنفي فاضل. وفنا بمزيد من التفاصيل. بعد 3 أيام من قراءة المرسوم الرئاسي الذي يحمل رقم 1370 القاضي بتعيين ماديلين ألينغي وزيرة لوزارة الثقافة والتنمية السياحية خلفا للدكتور عرجون جلال خليل التي عينت وزيرة لوزارة المرأة والطفولة والتضامن الوطني، حيث شهدت ساحة الوزارة حفل تسليم وتسلم بين الوزيرتين. المناسبة كانت بإشراف مريم محمد نور الوزيرة الأمينة العامة للحكومة والتي دعت في حديثها الوزيرة الجديدة أن تبذل قصارى جهدها من أجل تسيير العملية الإدارية وذلك بالتكاتف والتضامن والتنسيق مع كل طاقم الوزارة. الوزيرة المغادرة لوزارة الثقافة والسياحة دكتورة عرجون جلال شكرت في خطابها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحها إياه وكذا الطاقم الوزاري الذي عمل معها خلال تلك الفترة. من جانبها الوزيرة الجديدة ماديلين ألينغي في كلمتها الترحيبية لكل من الوزيرة مريم محمد نور والوزيرة عرجون، حيث قدمت شكرها الخاص لرئيس الجمهورية الذي اختارها من وزراء الجمهورية الرابعة طالبة من كل عمال الوزارة الوقوف معها بقية تسديد أعمال المشاريع التي رسمتها الدكتورة عرجون خلال فترتها الماضية. ترأس صباح اليوم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتور أبو بكر الصديق شرومة ترأس أعمال الورشة التقييمية لاستراتيجية التعليم الثنائية اللغوية في تشاد. المناسبة حضرها عدد كبير من عمال الوزارة والخبراء في مجال دعم الثنائية بتشاد. الزميل ياسر محمد عدم قدم يدي. بهدف إيجاد حلول لمشكلات الثنائية اللغوية المكتملة في النظام التعليمي التشادي، جاءت هذه الورشة لتقييم وإعداد استراتيجية لتعليم الثنائية اللغوية في تشاد، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلاد ودولة تونس وبدعم من الشركاء المانحين في البلاد. أن الاجتماع الحالي هو خطوة حازمة لمواجهة مشكلة تعميم الثنائية اللغوية في التعليم والتعلم والتدوين التشادي. وزير التربية الوطنية وترقية المواطن أبو بكر الصديق شرومة وخلال افتتاحه أعمال هذه الورشة قال إن بلادنا تشاد ومنذ استغلالها قد وضعت مكان للتعليم باللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسية التي كانت صائدة أبان الاستعمار، وأن التعليم باللغة العربية أصبح أساسا في تطبيق الثنائية اللغوية في المدارس التشادية كنموذج التعليم في المدرسة الوطنية العربية الفرنسية بأبشة. إن الحكومة التشادية وبتوجيه من رئيس الجمهورية فقد بدأت بالفعل الإجراءات الأكثر واقعية بتطبيق الثنائية اللغوية في المدرسة الوطنية، علما بأن هذه الورشة ستستمر لمدة 3 أيام كاملة ويشارك فيها خبراء وطنيين وبعض من المختصين من دولة تونس. تسلم صباح اليوم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني تسلم معدات وأجهزة مقدمة من قبل اللجنة الثروة الحيوانية واللحوم والموارد المائية وذلك بهدف مكافحة مرض طاعون الأغنام. محمد حسن أعد لنا التقرير التالي.
بهدف مكافحة مرض طاعون الأغنام من البلاد، جاءت مناسبة تسليم أدوات تشخيص طاعون الأغنام من قبل لجنة الثروة الحيوانية واللحوم والموارد المائية سيبيفيرا، حيث جرت المناسبة بحضور وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ديانغ سواري، المدير العام لمعهد بحوث الثروة الحيوانية من أجل التنمية الدكتور آدم جوجا. أشار إلى أهمية هذه المعدات في تفعيل دور المختبرات التابعة للمعهد من أجل تشخيص أكبر عدد ممكن من الحيوانات المصابة بهذا الداء. الأمين التنفيذي للجنة الثروة الحيوانية واللحوم والموارد المائية بيدرو أوينغوتو قال إن الهدف من تقديم هذه المعدات هي الوقوف بجانب الحكومة التشادية لترجمة السياسة الخاصة بتعزيز قطاع الثروة الحيوانية، وكذا تنسيق وتنظيم السياسة القطاعية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية من عجل دفع عجلة التنمية على مستوى إقليم دول مجموعة السيماك. وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ديانغ سواري من ناحيته شكر لجنة سيبيفيرا على وقوفها الدائم بجانب الوزارة من أجل تعزيز صحة الحيوان وتوفير لحوم ذات نوعية للسكان، مشيرا بأن هذه البادرة تطابق مع سياسة الوزارة الخاصة بتطبيق أهداف الخطة الوطنية للتنمية وكذا بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030 جاد كما نريد. احتفلت البلاد اليوم باليوم العالمي للاجئين والذي يصادف 20 يونيو من كل عام، وقد حضر المناسبة ممثل المفوضية السامية للشؤون اللاجئين بالبلاد وعدد كبير من المسؤولين بالدولة. آدم حنفي فاضل حضر المناسبة وأدنى لنا التقرير التالي. إيمانا منها ببرنامجها الإنساني نحو اللاجئين، تحيي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة هذا اليوم الذي يصادف 20 من شهر يونيو لكل عام والذي يحتفل به كل العالم، وذلك مما يجسد آلية الاعتبار لمثل هؤلاء اللاجئين. اللجنة المركزية للاجئين بتشاد وعلى لسان رئيسها عبد الباسط المزمبل تحدث عن أهمية هذا اليوم، وأضاف مطالبا الشركاء ببذل المزيد نحو هؤلاء اللاجئين. فرصة لنا عشان دارين نوضه للبارتنير كان البطمونة ده دارين نوضه لهم بكون اللاجئ هو نادم خلى بلده من حرب وجاء وتعبان، كيف تقدروا نساعدوه وكيف نقدروا نقدموا شكوانا. ثم ثانيا عندنا ناس ذات ضعيفين، عندنا أين أرامل، عندنا أطفال ما عندهم أبو ولا عم، عندنا ناس كبار، عندنا ناس مرضانين، لأجل ذا كل هالشر بتنظيم شغل شيء لكن ما كاف. اللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين وعلى لسان ممثل رئيسها محمد صالح سعيد أكد في خطابه استعداد تشاد في كل وقت حول تعزيز قدراتهم من أجل دمجهم في المجتمع المدني. من جانبه ممثل المفوضية السامية للشؤون اللاجئين بتشاد إدوار إدوير، وبعد شكره للحكومة التشادية وشعبها وشركائها، قال إن المفوضية السامية للشؤون اللاجئين ستقف إلى جانب اللاجئين من أجل مشاركتهم في جميع طبقات التنمية. ويشار إلى أن شعار هذا العام لليوم العالمي للاجئين جاء تحت عنوان كلنا متضامنين مع اللاجئين. ترأس المدير العام بوزارة العدل وحقوق الإنسان ترأس افتتاح أعمال ورشة المصادقة على التقرير المتعلق بالمراجعة السنوية العامة حول حقوق الإنسان في تشاد. الزميل حسن جند عمر حضر المناسبة وفانا بمزيد من التفاصيل. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعد إحدى المنظمات التي أسست للدفاع عن حقوق الإنسان أي كان نوعه، كما أنها من الأنظمة التابعة للمنظمة الأمم المتحدة والتي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان ورعايته حسب مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن هذه الورشة الخاصة بالمصادقة على التقرير المتعلق بالمراجعة الدولية السنوية حول حقوق الإنسان بالبلاد تدخل ضمن الاتفاقيات الموقع عليها ما بين الحكومة وهذه المنظمة التي تنشط في مجال تنظيم الاستشارات بشأن القضايا المختصة بحقوق الإنسان وحمايته. اللمو يعني من وزارات مختلفة، والوزارات المختلفة يعني يجي لهم يقروا التحرير ده يعني ويفاليدي ده الهدف حقه، والتحرير يعني شغل خلاص بقى وشغل البقى يعني كيف الحكومة يعني سوت من يعني 2014 ده
شنو الحكومه التشاديه سواتها في جانب حقوق الانسان، وبعد يعني 2018 شنو الحكومه بتسوي؟ عقب ذلك قدم ممثل المفوضيه خطابا تحدث فيه عن اهميه تنظيم هذه الورشه، مشيرا الى ان المفوضيه من اهدافها حمايه حقوق الانسان بالعالم اجمع، وأن ورشة المصادقة على هذا التقرير ليست لخدمة إعداد تقرير يتعلق بعمل التوصيات المتفق عليها من قبل البلاد للمرحلة الثانية للمراجعة، بل تعد إطارا للتفاكر ما بين المشاركين فيها إلى جانب المصادقة على هذا التقرير الذي تشهده البلاد للمرة الثالثة على التوالي. ممثل وزير العدل حامل أختام المكلف بحقوق الإنسان المدير العام بالوزارة جيمراباي بيرونغار قال إن هذا التقرير يهدف إلى متابعة تأمين توصيات هذا التقرير وإعداد مقترحات ممكنة للعمل في القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، معلنا بعدها انطلاقة هذه الورشة التي تستمر لمدة يومين كاملين. التقى مساء هذا اليوم أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، التقوا مع ممثلي التجمع النقابي، وذلك بهدف التشاور حول إمكانية إيجاد حل لأزمة الإضراب وتقريب وجهات النظر بين الحكومة وممثلي التجمع النقابي. الزميل أحمد ياسين عبد الرحمن حضر اللقاء وفنى بمزيد من التفاصيل. الحوار هو الطريقة المثلى والنهج السليم لحل المشكلات والمعضلات المستعصية، لذا فإن أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي عقدوا لقاء تشاوريا مع ممثلي التجمع النقابي لعمال الدولة إزاء الإضراب الذي استمر لأكثر من أسبوعين، وهذا اللقاء يهدف إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات وأرضية مشتركة تفضي إلى حوار وصيغة تفاهم بين الطرفين الحكومة والنقابات العمالية. ما ممكن نشوف الحال الهسه ماشيين فوقها، حال صعب. ندور الحل اللي يجيبنا في المفاهمه والناس يبدو بالقرايه، يقدم يعني ديماند اودينس للرئيس وممكن نكلمه شخصيا كده بحاجات اللي ناقشنا فوقها وحاجات زي ما يقولوا هي الدقاق اللي حجينا كله، نقدر نقول للرئيس يعني نعرفه الرئيس، وفي حالات كثير كده حالات صعبه كله قدر مرق تشاد من الصعوبات. متمسك بالحوار كوسيلة ناجعة لحل الأزمة الراهنة واستئناف العمل في معظم القطاعات الحكومية والإدارات المختلفة بالدولة. الهدف من اللقاء ده هو نناقش في كل الأمور عشان نلقوا حلل بالنسبة للأزمة الحالية اللي عايشينها. طلبنا من رئيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي لإيجاد الحل، خليه يقابل رئيس الجمهورية يشرح بعض الأمور شرحناها، وإن شاء الله إذا كان في هناك بعض المقترحات يعني هنا نرجع للقاعدة وإن شاء الله نقرر. اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي تعد كوسيط اجتماعي وشريك أساسي للحكومة والنقابات العمالية لحل جميع الإشكاليات والتغلب على العقبات لأجل المصلحة العامة. قام المدير العام للبيعة برفقة ممثل البنك الإفريقي لدى البلاد، قاموا بزيارة لموقع الحزام الأخضر بمنطقة قوي، وذلك بهدف الوقوف على مشروع الحزام الأخضر وغرس أشجار لمكافحة التصحر. الزميلة زينب أحمد عبدالله رافقت الوفد ووفدنا بمزيد من التفاصيل. تعد حماية البيئة من أولويات الضرورية التي تسعى إليها الحكومة لجعل البيئة نقية وصالحة للمجتمع التشادي، لذا قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع البنك الإفريقي إيكو بنك بزيارة لموقع الحزام الأخضر بقوي المخصص للبنك، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتصحر والجفاف الذي يوافق السابع من الشهر الحالي. هذا وقد أوضح المدير العام للبيئة بوزارة البيئة كورورومباي بأن حماية البيئة واجب وطني لكل فرد من أفراد المجتمع. من جانبه المدير العام النائب للبنك الإفريقي إيكو بنك حبيب عربي الخليل أكد بأن غرس مثل هذه الشتلات تحافظ على حماية البيئة من التغيرات المناخية. نذكر أن عملية غرس الأشجار تساعد بلا شك في حماية البيئة من الزحف الصحراوي الذي يعتبر أحد معوقاتها. قدمت منظمة التعاون الدولي الألماني قدمت 6 سيارات من نوع تويوتا ذات الدفع الرباعي إلى منظمة لجنة حوض بحيرة تشاد، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين المنظمتين. محمد طاهر صالح.
في خضم الجهود الإقليمية التي تبذلها لجنة حوط بحيرة تشاد وتعاونها مع المنظمات الدولية الأخرى في سبيل تحقيق التنمية والرفاهية لشعوب المنطقة، فقد أسفر هذا التعاون بتقديم منظمة التعاون الدولي الألماني هدية للجنة حوض بحيرة تشاد، وهي عبارة عن 6 سيارات من نوع تويوتا رباعية الدفع. وسلمت منسقة التعاون الدولي الألماني أنجي ستاش مفاتيح السيارات للأمين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشاد مامانوهو. وأكدت منسقة التعاون الدولي الألماني أن هذا التعاون يدخل في إطار تنسيق المنظمتين وتعاونهما مع بعض، لأن اللجنة تقوم بجهود جبارة في الدول 6 للحوض، وهذه السيارات تساعد جهود المنظمة في تقديم الأفضل. من جانبه الأمين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشاد السيد مامانه فقد شكر المنظمة الألمانية على تعاونها، وأكد أن السيارات جاءت في الوقت المناسب لتدعيم جهود المنظمة، وتمنى أن يستمر هذا التعاون بين المنظمتين. وصلنا للتو إعلان رسمي من الجمعية الوطنية. يعلن العميد العام للجمعية الوطنية يعلن لكل النواب بأن جلسة البرلمان اليوم غد التي ستكون في 9 صباحا أجلت للساعة 1 ظهرا، وأن اجتماع مكتب رئيس الجمعية الوطنية المحدد ليوم غد الموافق 21 من يونيو تم إلقاء الأمين العام يطلب تفاهم الجميع توقيع الأمين العام الدكتور بايوم أدري مالو. ونختم هذه النشرة بهذه الصفحة السوداء. توفي زهر اليوم الزميل الإعلامي عثمان بوغدي وهو أحد فني الصوت بالتلفزيون الوطني، وقد درس الفقيد في دولة النيجر، وبعدما أكمل دراسته اشتغل بالإذاعة الوطنية التشادية في القسم الفني. وفي العام 1987 التحق الفقيد بالتلفزيون الوطني، وكان الفقيد يتمتع بأخلاق عالية مع زملائه في العمل، وكان من الذين يشاد إليهم بالخبرة في الجانب الفني. الزميل البوغدي توفي عسر مرض ألزمه الفراش لمدة طويلة التوافته المنية، ودفن الفقيد زهر اليوم بمقبرة الأماجي بالعاصمة نجمينة، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنات مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد عبر بعض زملاء الفقيد في درب العمل عبروا عن حزنهم العميق لفقدهم الجلل. أنا جيت 1992 لقيتك كمهندس في الفن، اشتغلنا معه سوا مدة طويلة. التلفزيون بكل صراحة الصوت عثمان بوغدي، بدون عثمان بوغدي الصوت ما دايما بكون ما كويس. أي مشكلة كان حصلت بتاع الصوت آخر زول يجي ده لازم بوغدي. إنسان رجل شجاع، خدم للتلفزيون على تشاد، ما نقول للتلفزيون على تشاد، خدم لتشاد عام. عثمان بوغدي مهندس صوت، التقيت معي في التلفزيون الوطني وأنا كنت متدرب. عرفت كان إنسان بيحب العمل، إنسان بيحب الجميع، إنسان ذو أخلاق طيبة، حمد الله برحمته. أنتهز هذه الفرصة اللي أعزي أسرة المغفور الله إن شاء الله بإذن الله، وأعزي كل عمال التلفزيون والإذاعة على فقيدنا جميعا إن شاء الله. عثمان بوغدي، أنا جيت في راديو واشتغلنا معايا تقريبا 10 سنة إلا من عرفته. راجل طيب يعرف عمله، ولو أي مشكلة أنا صوت في التلفزيون وآخر زول نوجه عليها إلا عثمان بوغدي. في حالة وفاة المرحوم عثمان بوغدي، هو طبعا أخي ونتأسف بوفاته لنا كأسرة ولزملائي في العمل، ونشكر إخوة تليتشات. رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأثقله فسيح جنات، إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.